السلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد أسبوعيا، وطبعا اليوم عشية مرور 8 سنوات على رحيل الفقيد المجاهد الرمز حسين أيت أحمد رحمه الله، حبينا باش يكون هذا المنتدى عرفانا وتكريما لهذا الرجل المناضل، وهو رمز من رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية. بارك الله فيكم على الحضور، وكما جارت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على روح الفقيد وعلى أرواح شهداء الثورة التحريرية وشهداء الثورة الفلسطينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن نستمع للنشيد الوطني. مرحبا بكم جميعا، خص بالذكر المجاهد سي مصطفى الهبيري عضو مجلس الأمة، الحاج المانع سي جوزي نائب المجلس الشعبي الوطني، أستاذنا الفاضل سي عبد المجيد شيخي باحث في التاريخ والحركة الوطنية، عمي بو علام شريفي عضو الأمانة الوطنية للمجاهدين، الإخوة الحضور من مجاهدين وإعلاميين ومناضلين بالدرجة الأولى، مرحبا بكم في هذا اللقاء. كما قلت ذكرى وفاة الفقيد حسين أيت أحمد، وذكروا في السنة الماضية في مثل هذا اليوم كنا عملنا ذكرى 7 لوفاته، وطلبنا أو أننا اقترحنا باش يكون تسمية ملعب تيزي وزو باسم الفقيد حسين أيت أحمد، والحمد لله رب العالمين وفقنا في هذا الاختيار. واليوم أن مركب ليعتبر مركب من أحسن المركبات الأفريقية على المستوى الأفريقي والعربي، فيحمل اسم هذه الشخصية الرمزية، فهذا شيء نفتخر به ونتمنى إن شاء الله أن تكون من هذا الملعب، من هذا الصرح الرياضي، عمل ليشرف أولا الفقيد ويشرف المنطقة ويشرف الجزائر بصفة عامة. طبعا يحضر معنا
عندنا ثلاث مداخلات. عندنا أولا كلمة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، يقدمها سي محلبي نيابة عن سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم مداخلة للأستاذ عيسى قاسمي حول مسار المجاهد الفقيد حسين أيت حمد، ثم مداخلة كذلك للأستاذ سي العربي اللي سبق له وين شارك معنا بمداخلة في السنة الماضية. فمرحبا أهلا وسهلا، واسمحوا لي قبل أن أحيل الكلمة إلى السيد النائب نشير إن العدد القادم يعني راح نكونوا استثنائيا، راح نكونوا يوم 26 الثلاثاء وليس الأربعاء، يعني السمانة الجاية نهار 13 عندنا ذكرى 45 لوفاة الرئيس هواري بومدين رحمه الله، وسنتناول بومدين ودعمه لحركات التحرير في أفريقيا جبهة البوليزاريو نموذجا. راح يكون المنشط السفير السابق نور الدين جودي، وطبعا راح يكون إن شاء الله معنا سفير الجمهورية العربية الصحراوية ومجموعة من الدبلوماسيين الأفارقة حتى نعطيه لهذا الموضوع يعني الدعم الأفريقي للرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله. فقط حبيت نأكد أن تكون يوم الثلاثاء وليس يوم الأربعاء. بداية أحيل الكلمة إلى الأستاذ ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني سي محلبي، فليتفضل مشكور. شكرا، بارك الله فيكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أباء المجاهدين، الشرف عظيم أن أتواجد هنا بينكم. السيد الرئيس، زميلي النائب المجلس الشعبي الوطني، الحضور الكريم، كلهم بمقامه وكلهم باسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. اليوم واش جمعنا هنا هي الذكرى الثامنة لرحيل الفقيد سي الحسين أيت حمد، رمز من رموز الوطنية والحركة الوطنية، إنسان سي كيلكان كي افيكو دون لا كلونديستينيتي بالنسبة للعدو، وبلا ليغاليتي بالنسبة للقضية الوطنية الجوهرية. ديما نتكلموا على أول نوفمبر، لازم أبنائنا الصغار كما علمونا أباءنا كما علمتونا أنتم ما طاحش من السماء. البرومي نوفمبر ني با تومبي دو سييل، سيتي ان ترافاي كي ايتي في اوركستري بار دي زارتيزون دو لا ريفوليسيون، وبينهم سي الحسين أيت حمد. انا الشيء اللي عرفتوا عليه من جهه انه كان الاب نتاعي معاهم في الحركه الوطنيه، سيمباتيزون 45، ميليتون اكتيف 46، شيف جروب شوكون 47، دونك يعني كانت عندي معلومات من عند الاب ربي يرحمه. هو إليتي بارمي لي ليدر تاع الحركة الوطنية كما تعلمون جميعا. إيزون ترافايي بور بريباري لا ريفوليسيون، والحمد لله الشيء اللي صرا بعد مؤتمر 47 16 و 17 فيفري جو بونس، قروا باش يخلقوا لورغانيزاسيون سكرت سي بور لا بريباراسيون دو لا ريفوليسيون. سيتي اون 49 يافي بعض الخلافات، أين من ثم ذهبت الشرارة تاع الثورة حتى وصلت لبرومي نوفمبر. دونك الشيء اللي نقولوه على سي الحسين أيت حمد قليل، والشيء اللي نقول على أبائنا كاع المجاهدين قليل، بصح بغيت نمر رسالة من عبر هذا الفضاء لشبابنا باللي عندنا جزائر واحدة موحدة. سي الحسين أيت حمد الى 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 سيرفي لالجيري كما مجاهدين واحد اخرين يزون سيرفي لالجيري. كي نقولوا سي الحواش وسي عميروش، واحد من تيزي وزو واحد من الشرق الجزائري توفوا في بوسعادة ربي يرحمهم، وسي العربي بن مهيدي الرجل اللغز الذي زعزع الاستعمار الفرنسي حرا واسيرا، كي كان حر دار فيهم العجب، وأسير بالابتسامات الشهيرة أين أدرك الاستعمار الغشم أن حب الوطن شيء لا يقهر. دونك كي نحبوا بلادنا ما طيحش. وكاين راح نقول لكم، سمحوا لي ندير لكم واحد المقولة بالقبيلية باش يعني ما نقسيوش الناس، لازم نكون ندعيو للوحدة. يقال الناس لو كان يرقزنا مغانيم كذا ثرمة،
ما تختارين مدن العالي كذا ويغثما هذا عايشين اليديسيون هذه لينا اليديسيون كذا عايشه هذه الحرمه. قال لك لو كان جو رجال كيما القصب لكن الناس تخير المليح انا ندي كلش يعيشوا حولي انايا ونبنوا البلاد هذه. ماذا بنا اليد في اليد. هذا واش علمنا اباءنا المجاهدين ان جد سعيد يعني كي نشوف هذا الاباء هنايا مازالوا عايشين ربي يطولكم في عمركم والله يرحم الشهداء والشيق اللي نمدوه البلاد هذا قليل. اي تضحيه نديروها ما دام لحقناش الشهاده يعتبر عملنا منقوص وبارك الله فيكم وشكرا. شكرا بارك الله فيك سي محلبي نائب بالمجلس الشعبي الوطني وممثل للسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني. فهي الكلمه الى المداخله الاساسيه الى المجاهد عيسى القاسمي وهو كاتب وباحث وناشط معنا في الجمعية مشعل الشهيد. فاليوم له الكلمة حول المجاهد الفقيد حسين أيت أحمد ربي يرحمه. بارك الله فيكم. توكل على الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة في هذه الصبيحة المباركة يشرفني كثيرا وأشعر بفخر واعتزاز كبيرين وأنا بصدد الحديث عن واحد من رموز الوطنية في الجزائر هو حسين أيت أحمد ذا الحسين أو سي الحسين نقولوا في هذا الشرف أني نتحدث لبيت الدعوة تاع سي محمد أخي العزيز المحترم اللي في الحقيقة طلب لا يرد لا يرد لأنه واحد من أبناء الجزائر بن الشهيد الذي كرس تقريبا ما فات من حياته من أجل مواصلة الجهاد مواصلة ترسيخ مبادئ الثورة التحريرية وما قبل الثورة وعمل أشهد وأشهدكم أنه عامل لعل نقول أكثر من عدد من المؤسسات يعني سي محمد عباد أنا نسميه مؤسسة ويحتاج أننا نصفقوا له ونشكروه وكل يوم نشكروه وما نوفيوش التضحيات اللي راهو يقدمها في هذا الجانب بالذات. نحن بصدر الحديث عن اسم حسين أيت أحمد ذا الحسين سي الحسين لكن هذا الشخص عندما نعود إلى كتابته إلى مسار الطويل الموسوم بمحطات في التاريخ الجزائر لا تمحى. هذا الرجل اللي في الحقيقة رجل عام نقول رجل عام سيت ان نوم بوبليك. عندما نتكلم على رجل عام أنا على يقين أنه من السهل نتكلم على شخص اللي موش رجل عام نتكلم عليه لأنه نعرفه أنا فقط وإنما كل من في القاعة يعرف شيء على حسين أيت أحمد. عندما نضرب معارفكم كلكم ونقيسها باللي نعرفه أنا على حسين أيت أحمد نجد نفسي ما نعرف والو. إذن
من الآن أطلب منكم بكل أخوة ومحبة أنكم تكونوا اندولجا، ما تحكموش علي إذا كان قلت حاجة غلطة أو زايدة أو نقصة. وأنا عارف عمي الطهار، عمي الطهار أوصيك، نوصيك قدامهم قدام هذا الجمع الكريم، إلى غلط نبهني نبهني. عمي الطهر هو لا ميموار دي مجاهدين، سي نوتر ميموار ici، ورجل فاضل. Et tout à l'heure, il va vous le prouver parce que sa mémoire est phénoménale. أنا مانيش مؤرخ، لكن مادام عندي حظ وشاركت في الثورة التحريرية وأعرف أشياء كثيرة على هذه الثورة، أصبحت أو يقال لي من الخارج من صحابي يقولوا راك مؤرخ وراك تبحث في التاريخ، والآن أني في الكتاب نقول التاسع عن تاريخ الجزائر، وكل شيء اللي تعلمته من المجتمع الجزائري رجعته من خلال كتب ترجع إلى المجتمع تاع اليوم. الشيء اللي تعلمته من اللي فاتوا نرجعه اللي جايين، اللي جايين من الشباب من الأجيال اللي جايين. والله رجعت كتابات حسين أيت أحمد، رجعتها كلها، عنده 4 كتب منشورين رجعتهم في المدة الأخيرة، وكنت قريتهم بالخصوص كتاب مذكراته حسين أيت أحمد، لسبري دانديبندانس ميموار دون كومباتان، حياته الى 52، ميموار دون كومباتان 1942 1952. هذا الكتاب انا نقول يعني اللي ما قراش هذا الكتاب في الحقيقة لا يمكن أن يقول أني عرفت فلسفة الثورة الجزائرية، فلسفة الثورة، منطلقات الثورة. هذا الكتاب اللي يبين، عندما انتهيت وعاودت قريت على الكتاب صدقكم يعني نقولكم، قلت هل موجود هناك رجل يشبه أيت أحمد من الثوار الجزائريين؟ لم أجد. وشفت أنه ماهيش من مبالغة مني ومنكم أننا نقول لعل الشخص الوحيد اللي في السياسيين والثوار ومحبي الحرية في العالم، شفت أنه الشخص الوحيد اللي يمكن يشبه حسين أيت أحمد هو نيلسون مانديلا، لأنه المحطات كلها تتقاطع. إذا كان نيلسون مانديلا مولود في 1918، حسين أيت أحمد زايد في 26، بمعنى أنه في نفس الفترة، وتوفوا سنتين فرق بيناتهم، 2013 2015 بالنسبة لحسين أيت أحمد. التقاطع موجود في السجن، لأن مانديلا أقضى 27 سنة تاع السجن، حسين أيت أحمد قضى 8 سنوات، 6 زائد 2، لكن قضى 23 سنة تاع المنفى تاع
الغربة، الغربة تشبه السجن. ولذلك أنا مقتنع عندما أقول، وبطبيعة الحال عندما يتسمى هذا ملعب تيزوزو بحسين يتحمل، ملعب حسين يتحمل، نصبح أن كل ما نسمع الرياضة قال الماتش راهو جرى في ملعب حسين يتحمل، والماتش الآخر واحد في براقي واحد في تيزوزو، تيزوزو أعلى شوية من براقي. دونك نسمعوا مانديلا، نسمعوا حسين يتحمل، وكل يوم وكل يوم نسمعوه، لأن حسين يتحمل عندما توفى، عندما دفن في مقبرة العائلة في يحيى أمام جمع فيه عشرات آلاف ألوف من أبناء الجزائر، من مغنية إلى تبسة، كانوا يهتفون بماذا؟ واش كانوا يقولوا؟ كلهم يقولوا أسر أزكى، أسر أزكى، دار حسين يلا يلا، أسر أزكى، دار حسين يلا يلا. cela veut dire que aujourd'hui اللي رانا مع بعض، وسي محمد خذا المبادرة باش يأكد يثبت باللي سي الحسين كان البارح واليوم سيكون غدا، سيكون غدا، مستحيل انه اسمه يروح او يتنسى، حتى لو كان يتنسى كاين كتاباته، كاين اثاره، كاين افكاره الكثيره جدا. اذا يظهر لي اليوم هذه الجلسه تبين باللي اسا ازكى سي الحسين ذا الحسين يلا يلا يكون وسيكون. نقول له سي الحسين، يعني عندما نشوف الحجم نتاعو، سا ديمونسيون الحجم نتاعو، او امتداد شخصيته، انا نقول باللي تجاوز، غطى حدود الجزائر كاملة، وتجاوز حدود الجزائر إلى العالمية، لأنه في الأوساط السياسية معروف، في الأوساط الجامعية معروف أنه راهو في لندن، راهو في نيويورك، راهو في نيوديلي، راهو كذا، في المحاضرات اللي كان يلقيها يقولوا له ديرنا محاضرة بالانجليزية، يقولوا بالانجليزية، قال بالقبيلية يدير، قال بالعربية نعم يديرها بالعربية، فيتقن لغات كثيرة، ولذلك أصبح شخصا يسل فيه كل العالم، مش برك الجزائري. ما نطولش في بعض التفاصيل، نقول مولود في 20 أوت 26 إلى آخره، في أيدي حياة إلى آخره، وإنما نذكر بعض المحطات اللي نشوفها أنها مفيدة لتذكيرنا، أو للوقوف لنستوقف أنفسنا عند بعض المحطات، وراح نشوفوا عمق هذه الشخصية من خلال بعض المحطات، من هذه المحطات بطبيعة الحال دار سيرتيفيكات ديتود تاعو في الآخر، قرأ القرآن 4 سنين وهو في 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 في, في, في عائلة تنتمي إلى الزاوية الرحمانية، إلى شيخ محمد الحسين، شيخ محمد الحسين اللي أغلب يعني الجزائريين يعرفوا قيمته في في
في الزاوية هذه، وأيضا شعاع في كل مناطق القبائل وفي كل جبال يعرف الشيخ محمد الحسين اللي هو ينتمي إليه، ومن جهة الأم ينتمي إلى لالة فاطمان سومر. لالة فاطمان سومر اللي قابلت هذوك الجنرالات المعتدين من روندون، من فقابلت 7 جنرالات وانتصرت عليهم إلى فحسين يتحمل أصوله أصيلة. ثم انتقل من تيزوزو بطبيعة الحال يتكلم على نظام المجتمع الجبلي القبائلي، يتكلم عليه في الكتاب نتاعو كتابات رائعة، تحاليل رائعة. ثم انتقل إلى ثانوية بن عكنون، ثانوية بن عكنون لأنه الحرب العالمية 39-40 إلى رجوان لليسي نتاع بن عكنون. تحياتي لك. أهلا سيد النواب معنا. فعندما في بن عكنون شارك في النشاط السياسي وهو صغير، ودخل البي بي ا الحزب الشعب وهو صغير 42-43 وهو مازال في الثانوية. ففي الثانوية تلاقى مع شباب كما هو وطنيين، داروا مجلة سموها ليتوديون باتريوت. ليتوديون باتريوت كان سي الحسين يشارك في تحرير هذه المجلة. يحكي على الشيخ محمد الحسين، يقول في الكتاب تاعو، يقول سيتي ان ساج، يعني رجل عاقل. واش كتب عليه؟ يقول سيتي ان ساج ان غران بويت ont vanté sa facilité proverbiale à improviser poétiquement. يعني بمعنى رجل شاعر ورجل معروف على حسن على الشيخ محمد الحسين. ف نمر بسرعه حياته في الليسي، لكن المحطه المهمه انه في مجازر 8 ماي حسين أيت أحمد كان مازال في الثانوية. لو 15 ماي لو 8 ماي يعني 8 ماي 8 9 10 مجازر تواصلت في شهر ماي، كل المجازر تواصلت. ما نتكلمش على حوادث 8 ماي تعرفوها، لكن 15 مايو حسين أيت أحمد مع مجموعة من الطلبة اللي معاه أخطأوا ثانوية، خرجوا من الثانوية والتحقوا بجبال القبائل، وبدأوا ينظموا أنفسهم وجابوا سلاح من أجل تطبيق تعليمة حزب الشعب، نقولوا دائما حزب الشعب لو ام تي ال دي بي بي اي ام تي ال دي. هو نفضلوا نحن كوطنيين نسميه حزب الشعب لأن الوطنية انطلقت من حزب الشعب. لو 15 ماي راح داروا مجموعات، لأن حزب الشعب عطى تعليمات، عطى أمر أنه الثورة المسلحة يجب أن تنطلق يوم 23 مايو. فيقول حسين أيت أحمد en quelque sorte je suis l'un des premiers maquisards de la révolution algérienne. يعني من الأولين اللي التحق مع مجموعة وشاركوا في بعض العمليات. ف لو 22 ماي اون سوار يجيهم لو كونترول، وفي الكتابات التاريخية لوردر لو كونترول معروفة. على كل حال الأمر
والامر المخالف قال حبسوا حبسوا ما ديروش. ففي في في بعض الجهات ما وصلش للكونترول، الامر المخالف ما وصلش في الوقت المناسب، انه فيه مجموعات في تجزيرت في كل في في عدد من الاماكن حتى في مدن اخرى في سعيده وصلوا العمل المسلح الى فتره معينه. للإشارة أن الثانوية تاع بن عكنون تغلقت لأنه احتلوها أو حجزت من طرف الجيش الفرنساوي، وراح قرا في تيزوزو في الثانوية، وراح تل مليانا في ثانوية تيزوزو. نسرع شوية باش ما نطولش عليكم لأنه مش من سهل، نمشي مباشرة ل محطة أخرى اللي هي محطة بعد محطة 45 ورجع للثانوية و شارك في امتحان بكالوريا لا بروميير بارتي دو باك، عقبها ونجح فيها بعد ما رجع من الجبل، وحكاية طويلة يحكيها في الكتاب تاعو. إلى باسي سا première partie du baccalauréat en 44 juste avant ou بعد ما رجع من الجبل après le 15 mai 45 le 22 mai 45 رجع للثانويه ودخلوا بسريه باش يشاركوا في الامتحان، فنجح في هذا الامتحان. وبعدها خرج من 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 الدراسة والتحق بالعمل السياسي في البي بي ا في الام تي ال دي الى 47 في 15/16/47 في اجتماع بالكور في مصنع نتاع تاع ليموناد نتاع ملايين مولود ملايين، عمي مولود راك تسمع، عمي طه راك تسمع، عمي مولود ملايين فهاد ليمونادري داروا اجتماع في بوزريعة، ثم انتقلوا إلى بلكور، فقرروا إنشاء قرروا هذا المؤتمر. كان الشعار تاعو ما أخذ بالقوة وبالعنف لا يمكن استرداده إلا بالعنف. Ce qui a été pris par la force et la violence ne peut être récupéré que par la violence. Donc هذا الشعار تاع مؤتمر بالكور كان شعار مهم، كان شعار يبين أنه فيه وعي بعد 45 أن فرنسا مستحيل أنها تقبل أو تسمع الكلام مهما كان، تسمع الكلام عطيونا استقلال عطيونا الحقوق اخلاص، فرنسا ما تسمعش، تسمع صوت البارود فقط. دونك كانوا فاهمين وعملوا هذا الشعار. فأسوا المنظمة السرية لوس، منظمة الخاصة، وبعض اسمها منظمة سرية لأنها كان تعمل في سرية تامة. Et vous connaissez tous l'histoire de l'OS créé donc le 15-16 février 1947. تولى رئاستها أو قيادتها خير لأنه سيتي ان إيتا ماجور باراميليتير، محسن محمد بن وجدان رحمه الله. ثم مش سنة بعد، لأنه في نوفمبر 47 تولى أو تعين حسين أيت أحمد مكان محمد بن وجدان. هما كانوا صغار في زوج، أيت أحمد كان 22 عام،
والاخر زايدو ب بلي ني 25 دونك زايدو ب 23 دونك زايدو ب كلكو. فالتريس اي تحمد لوس من 40 من موا نوفمبر 47 جوسكو موا ديسمبر 49 سنتين سنتين وقام بعمل جبار 22 ans chef d'état major تاع لي كومباتون de la lutte armée قام بعمل جبار بالخصوص il a rédigé un opuscule un livre un carnet complet sur les cours d'Oros لي باش ياخذوهم لي كومباتون كيفاش نديروا الثوره لا غيريا. وراح جاب معلومات من مراجع كثيره بالخصوص في من الثوره لا ريفولوشن ايرلانديز اللي خلى منها استوحى منها بعض المعلومات اللي كتب هذاك الكراس تعاودوا تقراوه اليوم جو بونس كو il peut servir dans les académies, certainement dans les académies du monde, il درسوه parce que il donne des cours complets, كل واحد في بلاصتو متسلسلة pédagogique pour montrer comment jusqu'au détail كيفاش حتى تقاتل كور اكور و il explique comment on peut tomber, comment il a géré. فهالكراس يبين باللي كانوا معولين صح انهم يدربوا الناس لقياده حرب او لخوض حرب. ف الشيء اللي حبيت نعاود نكرره قدامكم في المؤتمر اللي جرى في 48 في زدين ولايه عين دفله ولا فيرم معروفة نتاع شكون ما نذكرهاش لأنه هذاك مولا فيرم أبري صرا ما صرا جو فو با سيتي لي زيفينمون اللي يجرحونا شوية. في المؤتمر تاع بلكور ديجا حسين عيط حمد افي في اون ديكلاراسيون افي في ان رابور Un rapport très important. حبيت نقرا لكم فقرة اللي تبين صح باللي أنه عمق الشخصية، عمق التفكير، عمق الأفكار وقوة التحليل. قوة التحليل واش يقول؟ يقول les concepts de souveraineté du peuple algérien. Les concepts de souveraineté du peuple algérien, l'indépendance de la nation algérienne étaient réaffirmés avec vigueur. Les résolutions de Mortama. L'idée force était la notion de révolution, conçue à la fois comme but et moyen de combat. Et par rapport à quoi ? Toute la doctrine nationaliste devait se recentrer. Toute la doctrine Thora se recentrer. La préparation de la lutte armée constituant l'option fondamentale, ont décidé en conséquence de créer une organisation spéciale chargée de la préparation tactique et technique de la révolution. في مؤتمر 48 في جديد الى في سي 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 دار حسين ا بريزونتي ان رابور في 36 صفحه 36 باج ان 1948 تقرير شامل من تاريخ من يوغورتا من لا نوميدي ورجع الى الامير عبد القادر وكل الثورات والانتفاضات والزعماء وبوعمامة كلهم. فحل التحليل تاريخي لأنه توظيف التاريخ من ضروري توظيف التاريخ باش نفهم الحاضر
نستشرف المستقبل في هذا المؤتمر في هذا التقرير. نعطيكم ان ريزومي، ريزومي un résumé qui montre 36 pages لكن خديت فقرة المهمة. واش يقول ce rapport, il l'a lu devant le congrès. Nous savons depuis le temps que nous le disons. شوف الكلام كيفاش مرتب وعمق. نحن ندرك من هالوقت اللي فات وحنا نقولوه. Nous savons depuis le temps que nous le disons que notre pays constitue la pierre angulaire de l'impérialisme français. Ah, قالك حجر الاساس تاع امبرياليه الفرنسيه كامله. C'est notre pays. Colonie de peuplement. في التاريخ راكم عارفين. C'est l'une des rares colonies de peuplement. Quelle colonie de peuplement de l'autre côté, vous le savez. Et l'Ilium Souar Tahraïdjina, Israël, c'est une colonie de peuplement. Colonie de peuplement, d'exploitation, de prestige par excellence. De prestige. Bimana France a djokh, bla colonita. Terre française. Puisqu'elle djokha, trois départements français. La France ne le lâchera pas. France a matloksh, le Jazair, ne le lâchera pas sans épuiser tous les atouts formidables dont elle dispose. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous n'avons pas affaire seulement aux colons parce qu'ils sauront précisément mobiliser les ressources de la métropole. Les colonna, mais ils mobilisent les ressources de toute la France, de la métropole et du système colonial dans son ensemble pour sauver le royaume algérien. Ils ont toujours pu dresser la France contre le peuple algérien et pourront toujours réussir en cas de conflit à déclencher la croisade. La croisade. بالكلمة اللي عندها صبغة راكم عارفين دينية باسكو سي او كي اون كومونسي. بار كونسيكون سي بيل اي بيان فاس ا لون دي بلو غراند بويسونس دو موند كو نو زورون ا اراشي نوتر انديبندونس. باش تكونوا واعيين باللي نو زالون ا اون اوبيراسيون يعني باش نقتلعوا استقلالنا. سيتا اون فورس لا بلو غراند بويسونس دو موند لون دي بلو غراند بويسونس كو نو زورون اراش. لو رابور دي فورس ان بريزونس ايت افريان. الا كان نقارنوا هذيك مكحله تاع الصياده اللي في يدنا اي توت لا فورس دو لا فرانس كولونيال سيت افريان. Par la supériorité écrasante du colonialisme dans tous les domaines, sauf, vous le devinez, sauf dans le domaine moral, l'iman, ou le qana'at, le moral. Notre atout est donc un atout moral au sens de l'esprit de résistance, de foi patriotique, d'abnégation et de détermination qu'ils doivent animer tous les Algériens. Ah, le message. Ah, le message, c'est en 48. Et ce message qui, en 48, évidemment, a été compris par les nationalistes. Évidemment. Et il y a d'autres qui ne l'ont compris peut-être qu'en 62. Voilà, donc je dirais que voilà Hussein Ahmed, chef de l'OSS,
pendant deux ans, Jet, Omor, 50. 50, c'est là, c'est un peu la ruine, parce que mois de mars 50, mon dama, Rassa, a été N'Golo, les colonialistes, et Kolo, le Kteb, Benjamin Stora et tous les autres, ils disent, a été décapité. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que tu tues un homme, mais tu ne tues pas une idée. Entre parenthèses, le 29 mars 1959, quand tu es في البيار 94 افنيو جورج كليمونسو في هذاك الوقت علي خوجا مثلا لو ماتان ان ليوتنون داكسيون بسيكولوجيك فيان مي سورتير افيك ان جون من لا سيلول وحنا مربوطين من يدين رايحين حنا من يدين ومن رجلين il nous enlève il nous amène dans une cuisine il nous apporte un café et un croissant. Alors, tu m'as dit, ou quand tu as dit, un tas de choses, tu as dit, où est-ce que ça? On ne savait rien. Puis le berh, il continue à se mettre, tu dis, ces deux jeunes-là, on va les emmener à la forêt Bainem, on va les tuer. Ça ou là, là, gagne ça. Tu dis, lui, on se voit, qu'est-ce qui se passe? قال لي اه قال لي بون فو فولي سافوار قلت له وي فو سافوار كيفاش عندنا ثلاث شهور وحنا ناكلوا الزغلي والما يغلي مانتنون تو نوز ابور دو كرواسون ان كافي ولي شو حط لي الجريده قدامي سور لو بوتاجي دو لا كويزين جو ريكارد نشوف لي دو فوتو لي كادافر دو سعميروش وسي الحواس قدامي قال لي الور Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Gagner la révolution, elle est terminée. Raht alikum, l'yum sabah, vous allez sortir de prison. Tardoukum, parce que la révolution, khlas. Bima'na annahum, homa, gagne, on tue un physique, quelqu'un, mais on ne tue pas l'idée. Walidharik, n'qul faqat, anna, هاد الافكار اللي عبر عليها سي العبلاق lui il a écrit mémoire d'un combattant c'est le titre du livre mais حنا اليوم en quelque sorte on est en train de faire un parcours du combattant pour parler de lui est-ce que نقدر انا في ولا اي واحد منكم في نص ساعة il restitue le parcours d'un homme, comme des heures, on ne pourra pas le faire. Ça arrête ou ça arrête. C'est pour ça que je sais que le temps, le waqt, voilà. Le waqt, qu'est-ce que c'est fait ? Goula, il l'aim taqta'hu khata'ak. Et moi, j'ai peur de ton sif. Voilà, je vais conclure peut-être. Je vais conclure pour aller par deux choses. خلط لك وقت محمد رد بالك alors la première chose je vais conclure كتبتها انا على كل حال en parlant de en revenant en arrière Cheikh Mohamedoul Hussein lorsque l'avion de a été détourné des chefs du FLN le 22 octobre 56
في هذاك الوقت dans la DST française il y avait un algérien زيت الأربعة زيت الأربعة وي فور ناسيونال كي سابلي محمد وسمير il était officier de police ضابط الشرطة في لا دي اس تي بمعنى في هذاك كان شارك او شارك بالتواطؤ يعني مع كريم بالقاسم كولابوراسيون افيك كريم بالقاسم شارك في عمليه عمي طهر او سمعوا قالها قبل مني وازو بلو وازو بلو لي فرونسي سموها لا فورس كا 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 ترمز الكابيلي اللي صرا فيها ما صرا اي كو بري دو 600 ماكيزار اونت ايتي ارمي بار لارمي فرونسيز فينانسي بار لارمي فرونسيز حتى مؤتمر سومام قالوا له خلاص العرس الي جيبهم كاع ادخلوا للفلان اي لانفواي اون ليتر ا غودار يقولوا ميرسي بور لو كادو كو مو فيت هذا اسمان كان اوفيسير في لا دي اس تي هو يتعامل مع رايلان مع لو اف ال ان وطني عندما حبطوا من طياره هذوك الخمسه لوفيسير تاع الارمي فرونسيز اللي يحكم في عثمان قالوا عثمان قالوا وي مون شيف قالوا مي لو مونو تاع احمد هو على بالو واش يدير سي ان بو بور لو تيستي اوسي يمكن كانوا شاكين فيه سي سيرتير الور هذا كوسمير واش جاوبوا لوفيسيان تاعو سولا فدير إلا سوم قالوا جو نو مو بيرميتري جامي ان تيل جيست انفير لو ديسندون دو شيخ محمد الحسين لو فينيري باترون دو ما ريجيون رفض قالوا ما ديرش Évidemment, en 57, quelques mois après, Ousmer a été arrêté, condamné à 10 ans de prison. Il a passé la prison à Serkaji, à Tazoult, Badawar França, jusqu'à 62 Beshkrut, ou à Kandia Sarafani Araftou, Ninoustin, Fshorta. Fshorta, il a été réintégré dans la police en tant que. Moudjahed, évidemment. La conclusion, je vais terminer. Voilà. La conclusion est que le Masser Tassil Hussein c'est un parcours du combattant, mais c'est un exemple. Léon Hussein Aït Ahmed. الحاجتين اللي كان يعشقهم حتى النخاع حتى العظم تاعو حتى ليفان تاعو سي كوا سي الحريه سي لا ليبرتي سي لا ليبرتي هذا ما كان سي لا ليبرتي اي توجور لا ليبرتي جوسكا لا مور لا ليبرتي مي لا ليبرتي مقرونه بحاجه اخرى مقرونه بحاجه اخرى C'est le patriotisme. Je vous assure que si vous relisez les peines, les souffrances qu'il a subies, il a été condamné à perpétuité. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Au Qad Mouda, من قول 46 جوسكا او mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 51 à Alger dans la clandestinité تتصور انت toute la police algérienne te recherche وانت تعيش لهم بين سانت اوجين chez la famille Toulert dont il a épousé la fille après والاخرى خدا محمد خيدر ف كلاندستينيتي
ويرقد كذا ويعش روحه يعش منا وقبروه منا قبروه منا toutes ces souffrances toutes ces souffrances pour la patrie bien aimé من أجل الحرية. Et puis après quand il a été au Caire quand il a été كذا إلى آخره dans l'avion في هذيك الطيارة داخل الطيارة il a aperçu un journaliste américain. Il y a son nom ici, il s'appelle Brady. Chefou, comme il parlait anglais, rahli, gabrou dakhl tiyara. Lian entou ma arfin, annou, من خمسة من هيه ومن القاهرة وإلى آخره شخصية من بن لا هناك دي زوفيسين ان تاد شوز كي اون في كو بن بن لا فوالا بن بن لا فوالا هويبل إلى بري سو جورناليست إي لو أ ديكلاري قال له كلام هاي هنا لا ديكلاراسيون تاعها ما نرجعش ليها وإنما واش يقول له؟ قالوا مسيو برادي قالوا نو سوم لا سي لو ريسبونسابل دو اف ال ان مي ساشي كو بارمي نو il n'y a pas un leader ما كانش زعيم وزعيم زعيم ديجا شبعنا منو هذاك الاخر vous savez ce que je veux dire vous savez هذاك ميصالي اللي طلب باش ينتخبوا عليه افي الى اخره الى اخره فقالوا لنا با زعيم نو سوم ان جروب دو ميليتان ولا واحد زايد على الاخر وواحد ما يزايد على الاخر نو سوم ان جروب نو سوم ان ديريكسيون كوليكتيف اي اون ايت اريتي اوجوردي مي لا ديريكسيون كوليكتيف ديرير نو اون مور Et le flambeau sera repris. Donc la révolution continue. Ou avec l'américain, en tous les cas, Nchar Makarehu. Voilà, donc j'espère avoir donné quelques éléments. Moustahil, Ananoufi, bien Sharsia, il faudrait qu'on reste ici toute la journée pour que chacun prenne un morceau d'Aït Ahmed et parle. قال كنت il était jeune quand كذا الى اخره ومن بعد ومن بعد ف évidemment بعد الاستقلال يتحمل لا كونتينيي جوسكا لا مور ايمي لا ليبرتي ايمي لا ليبرتي ا ترافايي بور لا ليبرتي ا كونساكري تو سون تام بور لا ليبرتي je vais vous dire سامحوني je vais vous dire والله غير j'ai envie Moi, j'aime pas trop les protocoles, mais j'ai envie de vous applaudir parce que vous m'avez entendu avec respect. Like Kathar Kherkoum. Merci à vous. بارك الله فيك المجاهد عيسى قاسمي على هذه المداخلة. فقط لما توفى حسين أيت أحمد ربي يرحمه كانت أول تأبينية تاعو هنا اكتشفنا الشخصية من خلال سي سعيد شيبان ربي يرحمه يعني قراو مع بعض وهو وسيل خضر بورقعة كانوا نشطون مع ربي يرحمه للزوج في هذا المكان والحمد لله تسجيل موجود يعني على الأخر بقات لنا حوالي 20 دقيقة راح نقسموها أولا سي العربي ثم سي محمد غفير عنده الميساج حسين أيت أحمد في السجن ثم نختم بكلمة لأستاذنا عبد المجيد شيخي تفضل سي العربي قسمي تفضل سي العربي يجي هنا عطيني برك ميكسكوز بيسكو نو سوم ان فامي سي تسامحوني جو فوز ام توس احبكم واحترمكم بالخصوص هاللي جو سالو تري بارتيكوليرمون لي زوم دو لا بريس لي زوم اي لي فام دو لا بريس
اللي بفضلهم انه كلامنا ما يبقاش بين اربع جذوران. جو لي سالو، جو لي ريسبكت، اي نتمنى لهم كل خير. مي استسمحكم بصفه خاصه اني نقدم لكم اخويا شقيقي قاسمي يوسف، راهو هنا. Il a perdu la vue il y a 2-3 ans. C'est un ancien cadre. C'est un ancien cadre du tourisme, un ancien directeur du tourisme et aussi un ancien cadre du FFS. Malheureusement, ça s'appelle la perte de la vue. On ne dit pas malheureusement. Il est là à côté. Je voulais le saluer. بارك الله فيك. شكرا سي عيسى قاسمي. فقط انا اريد ان ارحب ترحيب خاص باخواننا اولا نواب تاع الجنوب الكبير من تمن راست اللي حضروا معنا سي قمامه الرفيق تاعو، وكذلك بعمي صالح العوير مجاهد وعضو مجلس الامه اللي التحقوا بنا في هذا الوقت. سي رعد بيتفضل ما نضيعوش الوقت. نقول لكم فقط الانسان اللي امامكم كان لي الشرف انني في يوم من الايام تلاقيت مع حسين ايت احمد في فلافوريد باينام، شاف زياره حواسين هكذا تكلم لي عدة شهادات. أنا من الناس اللي نسمع من ما نتكلمش، ربما في يوم من الأيام أقول لكم راح نكتب الشيء اللي عشناه. حوالي ساعة ونص لما قلت له لي شاهد دينا نمشيو في لافوريد باينام، حكى لي حاجات كثيرة ومن بينها حتى الغابة تاع باينام، حتى تفجير تاع الغابة تاع باينام. هذه ربما في يوم من الأيام نتكلموا عليها. سي العربي خمس دقائق قلنا كلمة حول الفقيد حسين الحمد. بارك الله فيك سي محمد. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات. سبق لي أن طلب مني سي محمد منذ سنة إلقاء كلمة حول الزعيم الراحل حسين أيت حمد رحمه الله طيب ثراه، وقمت فعلا بالبحث وخاصة ركزت على طفولته، فوجدت أنه نشأ في زاوية، ابن زاوية وابن عائلة محافظة مرابطة، وبالتالي كباقي أقرانه في هذه الفترة تعلم مبادئ الدين، فحافظ القرآن الكريم، وكان من القلة من الأطفال من أقرانه الذين تمكنوا من النجاح في التعليم الابتدائي والمتوسط، وبالتالي الوصول إلى ثانوية عمارة رشيد. وكان ثانوية عمارة رشيد في ذلك الوقت لا يؤمها إلا إما ابناء مقربين من 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 النظام الحاكم آنذاك، أو النبغاء، أو ابناء الفقراء ولكنهم تفوقوا وكانوا من ممتازين. لذلك انتقل من قريته إلى ثانوية عمار رشيد، حيث تحصل على كما أضاف الأخ المحاضر قسمي على شهادة البكالوريا بامتياز. حتى لا أطيل، أتذكر كلمة أختم بها، قيل له يا دال حسين يقال عنك أنك تميل إلى الجهوية، يعني جهوي. فرد عليهم بكلمة وجملة ذات بعد رمزي كبير، قال لهم نعم أنا جهوي وأنا مع الجهوية، لكن أنا مع الجهوية المليحة وليس الجهوية القبيحة. قالوا له وش إيه الفرق بين الجهوية المليحة والجهوية القبيحة؟ هل هناك جهوية مليحة وجهوية قبيحة؟ قالوا نعم. قالوا أنا مع الجهوية المليحة التي
تطلب من كل شخص، من كل إنسان، من كل وطني، من كل مسؤول أن يعمل على بناء ناحيته، منطقته، يساعد على ازدهارها، على تطورها، فهذا يدخل في الجهوية المليحة. أنا في منطقتي أعمل كل ما بوسعي لأرتقي بها إلى التطور والتقدم، فهذه جهوية المليحة. أما الجهوية القبيحة فهي تلك التي توصف الناس وتشير إلى الناس، هذا من منطقة فلان، هذا من جهة فلان، فهذه الجهوية قبيحة. فأنا مع الجهوية المليحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي العربي على الكلمة، وشكرا على احترام الوقت. سي محمد غفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين. يا سيداتي وسادتي، السلام عليكم. بهذه المناسبة التاريخية للمرحوم المجاهد الكبير، بليس ما نقولش على التاريخ نتاعو، سي حسين ايت احمد رحمه الله، انا كنت في الحبس في السجن في فرن با وحدنا حنايا، هما في الانفيرمري تما في فرن تما، على بالكم كي تكونت الحكومه المؤقته هما دارهم كمينيستر ديتا لي 5 مينيستر ديتا، وحنا في الباتيمون كنا ميلي كالك، ما كانش معلقات معهم. اي با كي تكونت الحكومه المؤقته بعد 10 ايام انا عقبت راح نعقب جوتوما المحكمه تما مراد الصديق هو اللي الله يرحمه والمحامي تاعنا، وانا كنت مع بو معزا وقبيلي موسى وسمو وهما وحدهم، يعني ما كانش حتى اتصالات معهم. جابنا هذا جيتما مراد الصديق جاب التصريح هذا لبو معزا، خاطر هنا مام في الحبس منظمين جيتما لو ريسبونسابل دو لا ديتونسيون، جاب له هذا المقال هذا، قال له الانسان سابدير المضاد اللي راح يعقب امام المحكمه لازم يحفظها ويفولاريسيتي فولاريسيتي دوفون التريبونال، اللي يعرف الفرنسويه بيان سور يفولاريسيتي، اللي ما يعرفش يقول ما نستعرفش بكم عندنا حكومه خليهم يترجموا. هذه يعني اسمه هذا الو ارتاحت فيا، وانا حكموا عليا جوستومون عامين الحبس، ومن بعد دو موا ابري سابدير لو 20 le 20 octobre justement 1958, eh ben عقبت on appelle alors Mourad Ousdik قال لي c'est toi, il faut l'apprendre par cœur, faut l'apprendre par cœur parce que عندها أهمية، et en même temps c'est un ordre de FLN, c'est un ordre, il y a pas de قال لي سي عيد حمد كي لا ريديجي، ومن بعد هو وبوضياف وربعة، eh ben قال il faut la réciter. Bon alors donc il vient tous les jours me rendre visite pour la réciter devant lui. Il faut que je l'apprends par cœur. Mais chez Haja, yani, Sghira, voilà, justement, elle est un peu importante. Ana ma, le français n'taï, le certificat d'études n'taï, il est dépassé, si on veut dire. Yani, bien, tariqa hadi, ki wsal nhar, wen dawni, justement, le mahkama, ma rufaqai, huwa kul wahad ja'a la qadhiya n'taï, ou fa'la markum fil habs. في الحكم في المحكمة on est enchaîné et ben voilà donc il faut la réciter alors donc هذه justement je vous la récite alors comme si c'était aujourd'hui alors donc alors que قال لي مراد الصديق le procureur ça veut dire le président de tribunal il va prendre ton dossier comme tout le monde flan ben flan vous êtes condamné à on m'a condamné déjà à deux ans, en juillet 58. J'ai fait appel, on a fait appel. Bon, avec qui ? Alors, Galli,
quand il prend le dossier نتاعك يقول لك فلان بن فلان راك vous êtes condamné à 2 ans, vous avez fait appel, qu'est-ce que vous avez à déclarer? قال لي et vous commencez, vous n'avez pas autre chose à dire, voilà, c'est ça, c'est cette déclaration là. هذيك هي. Alors حنا on était debout, on n'a pas le droit d'être assis au banc des accusés, enchaînés, etc. Alors donc maintenant je peux vous la laisser assis, ça me dérange, je vais mettre debout si c'est possible. Alors, là, non, معليش, je peux la réciter, je peux faire, là, je peux la réciter. Alors, Monsieur le Président, ça c'est le commençant, nous sommes des Algériens. À ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal. Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'armée de libération nationale. Nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un gouvernement provisoire de la République algérienne qui est le seul à nous administrer sa justice. Nous déclinons ainsi, Galli même les jette, nous déclinons ainsi la compétence des tribunaux français. Quel que soit votre verdict, nous sommes convaincus que notre cause triomphera parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'histoire. Face à ce tribunal, nous observons une minute de recueillement, mes compagnons et moi, pour ajouter à la mémoire des martyrs algériens morts pour leur patrie. Gardez-vous. Alors donc là le procureur, le procureur, il ne sait pas où donner de la tête. Il a demandé à la police, sortez-le, comme là. Le box des accusés, il est fermé de l'extérieur. On a dit à le refaqa n'taï, ماذا بنا bloquer la porte باش ما يدخلوش حتى نكمل. Voilà. Alors donc nous contestons justement, c'est ce que j'ai dit là. Et ben vive l'Algérie libre et indépendante, vive le Front de libération nationale, vive l'armée de libération nationale, vive l'Algérie libre et vive la révolution algérienne. Wassalamu alaykoum. J'ai eu la confirmation, je précise, hein, de Mujahid, Allah yarhamo, Laït Ahmed, après l'indépendance, le maqar تاع le FFS, goutrou la déclaration هذيك, شكون اللي كتبها انتوما, قال لي انا وبوضياف, قريت له, و جا le législatif de 91, جا لقنزات, راح لبني ورتيلان, و جا لقنزات, زاد كي وصل لقنزات, قال لهم هذا هذا لازم تقدروه جوستومون بالطريقه هذه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نختم بكلمه سعد المجيد. تفضل سعد المجيد، كلمه ختاميه للاخ عبد المجيد شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخي سي محمد عباد دائما يوقعني في مسائل محرجة، لأن ليس لي ما أضيفه لما قيل، ليس لي ما أضيفه إلى ما قيل، وخاصة عندما يكون الحديث عن شخصية متميزة مثل شخصية المرحوم أيت أحمد. ماذا أقول؟ أقول فقط أننا ربما كباحثين ومثقفين أننا قصرنا كثيرا فيما يتعلق بالتعريف بالشخصيات الوطنية، وخاصة ذات الباع الطويل في التفكير. لأن بالنسبة لي أنا أعتقد بأن المرحوم أيت أحمد ربما هو الوحيد بالنسبة للطاقم الذي أعد ونظم العمل الثوري، الوحيد الذي كانت له نظرة مستقبلية، والذي كان يرى التطورات انطلاقا من حقائق المجتمع الجزائري ووضعيته السيئة
المجحفة كان يرى الخلاص ويراه واضحا في ذهنه وكتبه ووضحه في العديد مما كتب، وخاصة صرامة المناضل والتزامه بالنسبة للقضية التي يؤمن بها، فإننا نرى هذا في النظام الداخلي الذي وضعه للمنظمة السرية. لقد كان صارما، لأن الثورة في الحقيقة لا ترحم، تمشي قد قد ما تمشيش فقد حتى عن الطريق، وبالتالي الثورة لابد أن تستمر ولابد أن تنتصر. فهذا النظام هذا هو الذي وضعه وحدد فيه كل المسؤوليات وحدد فيه العقوبات أيضا بالنسبة لمسار الثورة. من ناحية أخرى، عندما كان في السجن بعد إلقاء القبض على الطائرة والتحويل الأول في تاريخ الطيران، كان يراسل المجلس الوطني للثورة، وهذه المراسلات كانت تدل على ما كان يؤمن به وما وضعه في النظام الداخلي وفي تسيير المنظمة السرية، أي الالتزام بالمبادئ التي جاءت في بيان أول نوفمبر والتي شرحها بالتفصيل في بعض المراسلات التي أرسلها لمجلس الثورة، وخاصة أنه اقترح تشكيل حكومة مؤقتة. يقال بأن بعض الأنظمة العربية أشارت على المسؤولين في جبهة التحرير بضرورة إنشاء الحكومة المؤقتة، ولكن الاقتراح جاي من عند أيت حمد، قال لابد أن نبرز في الميدان الدولي، مدام عندنا احنا في البرنامج الذي حدده بيان أول نوفمبر تدويل القضية الجزائرية. تدويل القضية الجزائرية يكون بالنشاط، ولكن إذا كانت هناك هيئة تستلزم الاعتراف من الدول الصديقة والشقيقة فهذا يكون دائما في صالح الثورة الجزائرية، وليكون لها قدم في السياسة الدولية وتستجوب وتلفت النظر بالنسبة لكل الأنظمة في العالم. فهذا أيضا، إذن أنا الشيء اللي أريد أن أختم به هو أن نلتفت إلى سير الرجال والتعريف بهم، التعريف الكامل. الوثائق موجودة، الشهادات موجودة، ما نخليوش حتى يموتوا أصحاب الشهادة الحية. أنا هذا التصريح هذا اللي قاله الآن أخونا في كلامه ما سمعتش به تماما، ما سمعتش به، قال لا عندك. نعرف بأن في النظام الدفاع الذي ابتكرته جبهة التحرير، لا ديفونس بوليتيك كما يسميها برجاس، نعرف بأن عندنا قاعدة، الطلب بعدم اختصاص المحاكم، ما عندكش حق، أنا سجين حرب، سجين بريزوني دو غير، وبالتالي تنطبق علي الاتفاقية جنيف. عندك حق تسمع مني الاسم نتاعي واللقب نتاعي والنيميرو دو ماتريكول، هذا ما كان، الباقي ما عندكش حق تسألني فيه. هذا الذي التزمت به طريقة الدفاع الجزائرية والتي أبلت البلاء الحسن في المحاكم. أستسمحكم شكرا جزيلا سي عباد، خلصها. شكرا سي عبد المجيد. نختم بكلمة قصيرة جدا تاع سي جوزي، تفضل. ها
معلي شوية ما زالوا ليامات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواني je suis là représentant des députés en même temps fondateur des pupilles de la nation. على التاريخ tout a été dit par les mujahidines. أنا شو زنزيد هذا أيت حمد c'est un symbole qui a travaillé avant, pendant et après. Le Mujahideen, quel mot a ce symbole, mais c'est après 62. C'est lui qui a fondé le multipartisme. C'est un démocrate. Il a fait l'opposition positive. Il n'a jamais voulu séparer les régions de l'Algérie. Chaque fois, il a voulu un égal, c'est le premier opposant, mais l'opposition positive. Il ne voulait pas faire de la région de la Kabylie. C'est pour tout le monde. نتلاقاو الثلاثة الجاي إن شاء الله على 10 26 ذكرى تاع وفاة الرئيس واري بومدير ربي يرحمه. راح يكون ضيفنا نور الدين جودي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. شكرا لك. صح.